والله المميزات اللي شايفها كتير عن شكل المدرسة لما جيت قدمت لبنتي من 3 سنين غير شكل المدرسة دلوقتي خالص. ان احنا قاعدين دلوقتي جوه مدرسة واحنا شايفين ان هي مدرسة كويسة، بس انت لما تيجي تخرج كده بالكاميرا بتاعتك بره الحدث هتكتشف ان انت جوه مقابر من كل اتجاه. المدرسة تعتبر كانت من افقر المدارس وتفتقد لموارد بشرية وموارد مادية، كانش فيه حاجة، حتى مرحلة رياض الأطفال ما كانتش فيه. مهتم بكل شيء، شوف النقاشة، شوف الكاميرات اللي وضعها على الأستاذ سمير، في نفس الوقت شوف الإعلانات اللي موجودة، شوف الفصول داخل الفصول. الأنشطة هنا المدرسة على طول بتعمل رحلات للمتاحف، البانوراما. تنمية المهارات عند التلاميذ بتزود سقف الطموحات عندهم. هي البنت عايزة تبقى دكتورة بشرية وابني عايز يبقى مهندس. وقدرنا ان احنا نجذب ولي الأمر والتلميذ. مش انا ولادي بس اللي بيفضلوا يجوا هنا، ده جميع السكان اللي حوالين المنطقة. المدرسة محتاجة ان عدد الفصول بتاعتها يزيد، فمحتاجين مبنى في قلب المدرسة.